السلام عليكم. عجبتني فكرة سطل المي اللي كل الناس وكل العالم وكل النجوم بدأوا يعملوها، ففكرنا نعمل منها نسخة فلسطينية. جينا ندور على سطل مية، طبعا صعب، صعب جدا، يعني سطل المي بهونش على الواحد فينا يكبه لأنه بكفي أسرة تقريبا يوم كامل. ضغطنا على حالنا وقلنا مش مشكلة، بعين الله بنضيع سطل المية. اكتشفنا أنه مش ممكن نبرده لأنه ما فيش عندنا كهرباء وتلاجاتنا كلها طافية، لا حنعرف نجيب ثلج ولا حنعرف نبرد المية. فحبينا نعمل نسخة فلسطينية، فاكتشفنا أنه بلدنا كلها زي ما أنتم شايفين هيك ركام ورمل، فقررنا من هذا الركام اللي هو تبع المنازل اللي تهدمت في غزة ندير على حالنا. الآن التحدي بدناش نذكر أسماء بعينها، هذا تحدي لكل الشرفاء، أي واحد حاب يتضامن معنا بهذه الطريقة أو أي طريقة يراها مناسبة بشرفنا، وإحنا محتاجين زي ما إحنا محتاجين دعم مادي محتاجين أيضا كل المواقف. مش عاملين الإشي هذا عشان التبرعات لأنه إحنا الحمد لله مش حنطلب تبرعات. الإنسان اللي حاب يقدم شغلة يدور كيف بتصل لفلسطين ويحاول يقدمها، اللي ما عندوش يقدم موقف، يحكي كلمة خير، يسجل، خصوصا الناس اللي عندها متابعين او معجبين، يعني لو كتب كلمه حق وقال انا مع المقاومه، انا مع فلسطين، انا مع غزه، انا مع المظلومين، بيكون كثير شكرا له، لانه كلنا محتاجين لكل المواقف. يعني اذا كانت الانظمه شويه متخاذله او كثير متخاذله، بدنا الناس المتابعين اللي لهم جمهور يتعاطفوا معنا ويعملوا زي ما انا بدي اعمل، او على الاقل يسمعونا كلمه طيبه بحق الفلسطينيين في غزه. تعالي انس. دير. طبعا ما فيش عندنا ميه، فهذا اللي موجود، هذه الامكانيات اللي عندنا في فلسطين. واحتمال اروع على البيت ما لقيش ميه اتحمم، يعني لو شفتوني في تقرير بعد هيك وانا مغبر ومعفر حاولوا تسامحوني وحاولوا تتعاطفوا معنا. شكرا كثير لكم، سلام.